لا 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 مشيت كادر كاميريتا وطحت شقبت. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وانتم تشوفوا فيا في الكوزينه اليوم. كي راكم ان شاء الله تكونوا غايه وتكونوا بخير وكاع الصوالح. المهم نرحب لي زابوني جدد اللي انضموا مؤخرا لقناه ارتو. شغل درت لكم هاك، مرحبا بكم كاع كيما درتو، مرحبا بكم خوتي وخواتاتي، شرفتوني، ربي يخليكم ليا والله لا يحرمني منكم. المهم كيما شفتوني بعدني راح نوري لكم اش درت اليوم. يعني هذا مقطع تشعل ما هضرتش هكا بوجهي، برك وليت ندير روتينات ونخلي كيما راه. المهم كنت تشوفوا ديك الربابج اللي راهم ورايا، سي نورمال لانه هاد لو موبل نورمالمون يجي هنا. دائما نقول لكم ممكن شي وحده دخلت تشوف ولا ما كان لا تهضر اختي عيانه اكثر منك. انا الربابج انا ما نقدرش للربابج. اي قلت لكم جبت غادي نجيب لكم واحد الوصفه اليوم. يا يما يا يما يا يما وي 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 وي. لوز لوز. المهم تبعوا الوصفه تاع اليوم، سهله بزاف جد اقتصاديه، ودي لكم علامه، دي لكم علامه يعني بلا لحم بلا حتى حاجه. الوصفه راح تحتاجوا فيها 4 حبات بيض، هذا ما كان كاس. انا عبرت بهذا الكاس جماعه، كتشوفوا بهذا الكاس عبرت، راح عبرت الحليب والفارينه. وجبت لكم بالعبر باش ما تعيونيش. اي تبعوا معايا الوصفه وغادي نخلي لكم شي شريط مشترياتي وكاع في التالي، على خاطر هكا بديت نهضر وراني في الكوزينه ما جاياش ندير لكم الكاس وبعد لكم مشترياتي. كيشغل راهم الاخر راهم ماهمش مستف. المهم هي تبعوا. سيداتي كيما كتشوفي اختي، انت الاولى اللي نحتاجوها البيض جيبي 4 حبات بيض كيما هكا اختي، فقسيهم يفقس عديانك قولي امين. بعدا قالت لي تعجبيني ملي ديري ملي تسجلي وانتي تعايري. فوالا هادي على الحقيقه تسمعوا. فوالا فقسي هاك العديان هاك فقسي. لا 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 قرفي روحي شعرك راه مطلوق، روحي خليها تتلمي شعرك. ماناش دايرين بلي تدخلي معايا للكوزينه خلاطه شعرك. هاكو تشوفو فقصتهم باي يفقص عديانك. خلطي اختي مليح البيض، خلطي جبدها مليح، خلطي خلطي اختي، خلطي لي نيرو الصالح، خدي يوم الغسيله هاك، خلطي ها مدوده كاع عرفت تعايروا فيا. ها شوفوا قفوزيه، شوفوا جبت لكم وصفه اقتصاديه هابه لكن ديريها برك وما ترحميش عليا. هاني نقول لك هاد الخطره ما نعاودش. المهم كيما شفتوا درت هاك، راح ندير دروك الزيت، راح ندير ما نلحكش للنص. كنت تشوفوا في الكاس ما نلحكش للنص، تحت النص بشويه. راح ندير الزيت، غادي ندير كلشي في رحمه ما عنديش الوقت. راح ندير كاس تاع حليب، فوالا كاس تاع حليب بارد. راح ندير الملح وندير الحروم، فلفل اسود، فلفل اسود يا تبع عادي بيت بهدلني ما كاش الحرارة نروح نعجدك يا والله ما كاين يجمعوك ماكلوش صاي هذا بزاف لا جال البركة العجينة نجبد. فوالا راح تخلطي هاد المكونات اختي، بعدها راح ننتقلوا الى المرحله الثانيه وهي الفارينه. اختي الفارينه نورمالمون نبدا بها هي الاولى، ما وزنتهاش نفس الكاس، ما عادش نوسخ المواعين بعد شكون اللي يغسلهم ترى اللي تغسلي عليا ني هي تجي على بالي. راح ندير الفارينه كوم سا. المهم راح ديري فارينه 2 دفعات، المهم عندك انت 2 كيسات تاع الفارينه اختك صح، جبت مغرف غير صغيره. شوف انت كديك الفهامه كي نفهم. فوالا 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 هاد الفطيره تجي صالي يا جماعه. نتوما ولفتو فارينه تشوفوا غير الحلاوه، كان الحلاوه لا والو اختي. اليوم راح نديرو حيه مالحه. فوالا راح نجيبو الفارينه كيما كتشوفي اختي نورمالمون، هاك شو راهي غير مدريه هنايا. راح نخلطو هادي كوم سا اختي، خلطي كوم سا، خلطي ملي تيتجانسو كاع المقادير. راح نزيدو نص كاس الثاني لانه فيها 2 كيسان صح، انتوما عبروا كاس الزاوج كامل. ها
عبروا الكاس الزاوج كما انا راني ندير هاكا هاكا عبري عبري اختي خمسه هذا تسجيل الروتين على الحقيقه تسمعوا شويه حس كيشغل بدون مونتاج جماعه شويه الحقيقه هاكا تشوفوا شويه حقيقه شويه وسخ بلون ترافاي وكاع بلا مسيح هاكا انا نهضر طيب لي ريره بزاف وديري اختي وحده تاع الخميره تاع الكاطو طقجيهم طقجيهم سيري طقجيهم كي تشوفي اختي وحده خميره تاع الكاطو درت غير نص الكاس الزاوج راح نخلط مليح خلطي اختي غايه ومن بعد ذوقي وشوفي الملح الا خصه ولا ما يخصهش صح فوالا راح ندير هذوك لي هنايا كومسا هنا كملنا مع الفارينة كملناها كاع اختي راح تتحصلي على قوام كيما تاع الكيك تبهديلة قارعو قارعو تحصلي على قوام كيما تاع الكيك شغل كي ديري مول موسكوتشا موسكوتشو ولا ما تيقولولها المهم هادي تشوفها فوالا هذا هو القوام اللي تحصلي عليه اختي الا جاتك شويه شتو سيري راهي عند الكارت راكي تحوسي على خليها هادي خلاص هذاك الخاليه من وين تجيني هنايا انت يا شوفي اختي محتاج زيتون هاجو نشعل الضو هاجو نشعل الضو ان شاء الله ربي يفتح علينا كاع قولوا امين يا اختي بس انا في الظلمه محتاج طوماطيس طالعوا لكم محتاج الطوماطيس حبه تاع طوماطيس صغيره مقطعه درت هذا هاجو نوريه لكم قيسي في لابوبيل درت هذا صدر صدور الديك الرومي المدخن فيمي تقدر ديرو كاشي ولا باتي ولا شريعة ولا بلاط ولا اللي عندكم ايا درت حبة تاع طوماطيس هكا صغيرة درت الفرماج تاع بوغسيون نورمال ومع كيري مكسوس درت كيما شتو هذاك صدور الديك الرومي هذاك المدخن فيمي ودرت الزيتون تقدروا تزيدوا لي كورنيشون معاها وهذا ما كان راح تخلطي كلشي سيداتي كلشي ديريه معاه صح هذا خطا من عاود فوالا ما عنديش باش ندير بالخطره بالحاجه لا لا اختي هذه كلشي فيها رحبه كاش الوقت الوقت ما كاش الوقت من ذهب فوالا اختي شوفي ما شوفي ما صبر صبر نمسح منا صح الصبر خواتاتي نمسح الصبر شوفوا منا منا الله غالب قلبي حي قلبي قلبي حي نمسحوا منا خمسه سيدي نشفهم ايا وراح نبداو نخلطو الفرن تاعك يكون مسخن ديجا من قبل اختي على درجه 180 درجه كي شغل راكي طيبي في المول ماشي ديري لي حامي يزلق ايا ومن بعد تقولي لي طابت لي غير من برا ومن الداخل ما طابتش اختي لا نقصي له يطيب اقصى درجه صح 180 ديري 180 يكون مسخن من قبل تجيبوا ان بلاطو اللي تدخلوه للفرن تاعكم اللي نتوما حرين فيه انا ماش نديرها غليظه بزاف نبغيها رقيقه ولا تبغيها غليظه صغري لو بلاطو الوغ كيما كتشوفيني خلطت كاع الصوالح اللي عندي تبغوا ديروا فيها المعدنوس ديري فيها المعدنوس انت حره اختي راح نجيب لو بلاطو تاعي اللي ندخله للفرن كيما هكا فوالا اختي هذا هو
بون شي دروك راح نديرو لا طارت او سيترون كيما راكو تشوفو. راح نجيب البيض تاعي، يعني هادي لا بات لازم تجي لا بات صابلي، تجي شيشه بزاف وتجي صابلي، هذا هو الهدف تاعنا. المهم جبت زوج حبات بيض كيما شتيختي في باسينه، راح نوجد صوالحي، يعني جبت وحده خماره وجبت لافاني. راح ندير سكر غلاس في لاباط كيما تشوفي، زوج مغارف، زوجة ما كتش معمرة بزاف، تجي بزاف بنينة، ست مغارف تاع سكر غلاس. راح ندير عليها 250 غرام تاع دهان. شي بغيت نقول لكم البنات، لازم تكون لا ماتيغ غراس تاعها طالعة، يعني نسبة الدهون تاعها طالعة. انا دايما نشري 82%، وهذا دهان شريته من لوكلير. راح ندير الخماره تاع الكاطو، ندير لا مايزينا كيما تعرفوا الخماره لازم نديروها مع الفارينه، وندير لا مايزينا راح ندير زوج مغارف كبار باش نتحصلوا على لاباط هشيشه. المهم البنات، انا هذه الوصفه اللي درتها دارت لي اون طارت كبيره ودارت لي طارت ولات صغار، انتوما نقصوا من الكميه باش يدير لكم، دير لكم زعما غير اون طارت وحده الا انتوما ماكوش بزاف، نقصي من الكميه اختي، ما ديريش من 250 غرام، ديري 150 غرام تاع فارينه، وديري ثلاث مغارف كبار تاع السكر غلاس، ديري مغرف وحده تاع لا مايزينا تاع النشا، وديري عليها لافاني ونص باكي خماره، ولمي بالفارينه. هي مادام تكثري لا مايزينا مادام لاباط تجي كهشيشه، الوغ الا بغيتي ديري لاباطا صابلي ننصحك اختي ديري لا مايزينا فيها باه تجي كهشيشه، جات بزاف بنينه والله العظيم، غير جات كراف بنينه. المهم انا درت ليا للدار وديت معايا للخدمه، على ديك ضعفت الكميه، صفيت لهذيك لاطاخت الكبيره ديتها معايا للخدمه، وهذوك الصغار خليتهم في الدار، يعني كادر ما يبغيش يقطعوا كاع، قلت نخلي هذوك الصغار، ولا تنسقسيه قلت له قولي دي الكبيره ولا دي الصغار، هي قال لي علاه، قلت له خلي لينا هنايا وندير الخدمه، هي قال لي هي صح دي كبيره وخلينا الصغار. هي المهم كما كتشوفوا لازم لاباط ما تنعجنش جماعه، هذه هي الصابلي لا نعجن صايي تروح، كي شغل حاولي غير تلميه، شغل هي شويه هكا كي شغل انت تلميه وخايفه لا تعجني، المهم تحاولي غير تلميه باش تدخلي هذيك الفرينه في بعضياتها وتتحصلي على لاباط متجانسه، ما تيبسيش العجين تاعك باش ما يجيكش ما يجيكش لاباط تاعك ما تجيكش يابسه، سهله بزاف والله غير سهله، جربيها اختي وما تندميش. المهم هنا بعد ما تحصلت على لاباط متماسكه، جبت له مول تاعي كما راكم تشوفوا اللي ندير فيه لاباط، وتقدروا تستعملوا في اي مول عندكم، لا بغى يكون كاري عادي ما يكونش مزوق، انا قبل كنت نديرها في كاري عادي يعني نورمال، مي ما كاش عندي هذا كنت نديرها نورمال، ما جاتش في البلاوات وجات في الصوالة، جات الصح في البنه والله العظيم. جماعه ما تقوليش ما عنديش بلا ما نديرش الكاطو، لا اختي لا بغى ما عندكش بلا نودي ديري في بلا عادي تاع غراتان، انا كنت نديرها في بلا تاع غراتان، وتدخلوا تحوسوا على الوصفات تاعي في اليوتيوب تلقوا في بلا عادي تاع غراتان. المهم جا وقت العشاء، لاباط كانت تطيب، دخلتها تطيب في الفرن، وشوفوا كي جات هاد يجي بزاف بنين والله العظيم، غير جربوها وما تندموش، تجيب مليحه على مع حريره مع شوربه، راجي رمضان ان شاء الله يدخل عليكم علينا بالصحه والهنا ان شاء الله، تجي بزاف بنينه والله، غير جربوها وما تندموش، والحشو ديروا هذاك الشيء بقى اختياري تاعكم اللي تبغوا ديروا. دروك غادي نديروا لا كريم سيترون تاعنا، جبت الليم تاعي. المهم الا تبغوا تسقسوني على هذا اللي عصر من شريته من بيوت، وراهم متواجدين بريس اغروم، راهم متواجدين بارتو ميم سور لي سيت بارتو. جبت زوج حبات ليم، الا تقصوا الكميه ديروا حبه تاع ليم برك، جبت زوج حبات تاع ليم يعني عصرتهم كيما راكم تشوفوا، قعدت نعصر فيهم حتى نتحصل على هذاك العصير تاعي. جبت لو بول تاعي كيما راكم تشوفوا، هذاك باش ندير فيه البيض مسحته، باسكو البيض باش يطلع لكم اونيج ما لازمش تكون فيه قطره تاع الماء، لازم يكون ناشف تماما. جبت البيض تاعي كيما راكي تشوفي اختي، ست حبات بيض، الوغ سيباريت، لازم شوفوا كي تسيباريو الصفار على البيض ما لازمش تطيحوا هذاك الصفار في البيض، باسكو لا طيحتوا قطره صفراء في البيض ما يطلع لكمش وما يصلحش وما يخرجش مليح. كي تبغوا ديروا لي كاطو تاعكم توجور البيض والدهان خلوه برا باش يدي درجه حراره المطبخ ويخرج لكم لو كاطو اشبع. كيما شفتوا درت عليهم ست مغارف كبار تاع سكر عادي، ودرت عليها
الدهان يعني 250 غرام تاع دهان. انتوما تقدروا تكتافوا بثلاث حبات بيض، 125 غرام تاع دهان، وديروا حبه تاع الليم. هذه هي لا كريم سيترون الا نقصتوا من المقادير، والا ضعفتوا ديروا كما انا درت. فوالا. المهم البنات، هنايا لازم تنقصوا الغاز باش ما يطيب لكمش البيض. الوغ لازم الدهان، الهدف تاعنا الدهان يدوب وما يطيبش البيض ويتجانس، ونتحصلوا على كريمه تكون القوام تاعها ثقيل. المهم كيما كتشوفي قعدت خلطت بالضبط كاع بارتو، بالضبط انا يبقى نزعط منه وزعط منه كاع الصوالح. هاي سهله البنات، جربيها وما تندميش، خصوصا لاباط والله غير تجي بزاف هبيبه شيشه. فوالا، هاي هو لا كريم تاعي، صاي وجدت كيما كتشوفي اختي. بعد ما توجد لا كريم تاعي راح نخليها تبرد هكا باش نقدروا نستعملوها، ما تستعملهاش وهي حاميه. المهم هنا راح نطلع البياض البيض تاعي باش ندير لا ميرينغ تاعي. المهم جبت البياض تاعي كيما شتو، 6 تاع بياض البيض، درت عليهم قرصه تاع الملح وراح نطلعهم، ودروك راح نضيف عليهم السكر. شتو هذيك وريت لكم لا كريم من تحت يعني باش تشوفوها، شوفوا كيما هكا. نتوما ديروا بالباتور عادي، يعني ننصحكم ما تقدريش اختي تخدمي بيدك، هاي ساهله. كي بدا يطلع لي البياض تاعي، درت عليه 8 مغارف سكر، الا نقصتي الكميه اختي ديري 4 مغارف سكر. المهم هنا جبت لاطاخ تاعي الكبيره، نحاول باش نفرش فيها هذيك لا كريم سيترون تاعي، وراح نزيد في هذوك لي طاختولات صغار كيما تاعي كيما راكو تشوفوا. المهم البنات، جربت باش ندير كيما هكا باش يغدني كاع لا كريم تقدني. ساعه قدتني انا بروح خوت خايفه، بصح لا قدتني نيشان، الحساب نيشان هذاك هو. واللي بقات لي زعما درت بديت بالكبيره بما انه راح نديها، وراح ندير هذوك الصغار ايا، وبعدها بقات لي لا كريم وزدتها في الكبيره. راهي بزاف سهله البنات، بزاف بنينه، بزاف شابه، لاباط تجي تهبل ما تحشمش. تقدري حتى لي طاختولات توجديهم وتخليهم في الكونجيلاتور، تستعمليهم كي تبغي. كي تبغي ان شاء الله ديري هكا لي طاختولات بالفاكيا، ولا لي طاختو سيترون، ولا يعني كيما تبغي. يعني العجينه هذيك تكوني موجدتها وديريهم في الكونجيلاتور. مع راجي رمضان ان شاء الله تقدروا تخدموا كميه وديريها في الكونجيلاتور. كي تبغي ديري هكا تحليه، ولا خصوصا في شهر مبارك شتو حنا شعل ناكلو حوجيه، يعني الناس يصوموا عباده وحنا نصوموا ماكله. هيا تلاخري تلقايهم كيما هكا تتشهي حاجه، ولا مع الواحد يكون عيان وكاع، هيا تكون يكونوا واجدين اختي. صافي غير تجيبي وتزوقي برك، هذه هي حبيبتي. المهم هي ساهله مهله. شوفوا نحاول نمشي السيترون تاع لا كريم سيترون تاعي كاع في الحبه هكا باش تجي زعما كيف كيف، ماشي غير نفرغ وخليها هكا في الوسط. لا اختي مشيها مشيها كي غير قاعده، هي ساهله مهله. شوفك برافو، لاني طلصت كلش وصح ما عليش، بصح ما عليش نوكل ربي. هذه هي البنات كيما كنت تشوفوا عندكم، شعل جات حيه شابه. المهم هنايا صاي هنا بدات تظلام، اي اختي هنايا صاي ديك العجين لاباط الكريمه اللي بقات لي كاع زدتها في الكبيره. الله الله الله، شهيت روحي والله. الفيديو هذا راه مسجل من قبل، الكومانو راه يركب يا دواني، شوف فيه مخنز عم هبلني. فوالا اختي راح تفرشي كاع هذيك الكريمه كيما والله تجي خيم تاع برا. عباكم كي ديتها لهم في الخدمه اش قالوا لي؟ قالوا لي ريم فوتو عندك كوموند. قلت لهم غادي تلعبوا تفوتو عندي كوموند، انا تفوتو اللي عندي لا كوموند لا تيليفزيون، خلوني طروكي لاني عيان. هي راهي عست فيا عندكم، هذوني شوف فيه مخنيش تاعي عاملي ما شاء الله عليه. و دروك راح نجيب لا ميرينغ تاعي باش نزوقها في لاطارت فلا طارت او سيترون تاعي ذوقها. المهم كما كتشوفوا طلعتها، لازم لا ميرينغ تاعكم تخلوها هي في الاخير، لانه لما خليتوهاش في الاخير راح ما تتشكلكم شغالك شغل تخسر، ما توليش شابه. الو اختي توجدوا كلش لاباط وتوجدي الكريمه وكاع، ومن بعد عاد طلعيها وخدمي بها ديريكتومون كيما كتشوفي اختي. راح نحاول نخلطها برك، راح نجيب لابوش ادوي تاعي، تقدروا تستعملوا غير المغرف حبيباتي ما عندكمش سي با غاف. راح نجيب لابوش ادوي تاعي، راح نعمر فيها كميه من لا ميرينغ تاعي، وراح نحاول نفرشها في فوق الكاطو. هذه هي اختي، ذوقي ذوقي
لا ما كي غايش عن بغي الزواق، شتو الواحد كيدير حيا وكاع شغل يفرح في التالي هكا يفرح، يقول لك جماعة والله العظيم غير حاجة ما صرات، اقسم بالله ما صرات كي غاية. المهم شو بغيت نقول لكم البنات، انا جيت لاخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. انا في الحقيقه ديت كنت يكون في المونتاج ومانيش غايه، لانه لا بلاك تاعي اللي كومونديتها تهرسها لي قاطع، وجي انا يدهمي الحق ايوا، وخسر لي بلون ترافاي تاعي وانا مقارع فيه في زوج شهور، لو كان ما يطولوش عليا ينعلبو جد الدراهم. بصح كي شغل يطولوا انا خايفه يدخل عليا رمضان وكوزينتي ماهيش كامله. هذه هي. المهم البنات ان شاء الله يكون عجبكم الروتين تاع اليوم، اللي عجبتها وشافتني لاول مره نقول لك مرحبا بك في وسطنا اختي، مرحبا بك في وسطنا خويا. ما تنساوش برك ديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يجيكم كل خطره جديد، وما تنساوش لايكوا لي الفيديو وتخلوا لي كومونتير على بغا نقطه هكا باش اللي ما يعرفنيش يطلع له الفيديو ويولي يعرفني. اي هذا هو الشكل النهائي وبالصحه والراحه، وتهلوا في رواحكم. يعني بعد ما تطلع مورينغ دخلتها للكوشه كنت شعلة ليها غير من الفوق، حمرت شويه وقلعتها. هذه هي جماعه، هي انا نموت عليكم قانون. الا عجبكم وصفات ولا خلوا لي نولي نديكم الوصفات، ولا ما عجبكمش ما ديروش الوصفات وصاي، ما تزيدوش تشوفوني. اي نموت عليكم، بيزو باي باي، نموت عليكم قانون. انا يعني نقولكم